أهلا 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 وسهلا بحضراتكم، عاملين إيه؟ يا ترى بخير؟ أتمنى تكونوا بخير. خلونا ناخد الموضوع من أوله. الموضوع من أوله حول مسألة الطروحات أو برنامج الطروحات المصري. يمكن كان كثير من الأصوات بتتكلم خلال الفترة الماضية، يمكن خلال سنتين أو ثلاثة ماضية، يا جماعة عاوزين نعمل شكل من أشكال تخارج الدولة من الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة وما إلى ذلك. حلو؟ طيب، هذه الأصوات كانت بعضها أصوات من رجال الأعمال، أيضا بعض هذه الأصوات كانت يمكن موجودة كمان داخل الحكومة ومجموعتها الاقتصادية، هذه الأصوات أيضا كانت من بعض الزملاء صحفيين ومذيعين كبار، والكل لي مني كل الاحترام، وهذه الأصوات أيضا جاءت من بعض المؤسسات الدولية. علشان بس نبقى فاهمين نقطة مهمة جدا، عشان محدش يسأل وليه اتعملت دلوقتي وما اتعملتش من زمان، لازم تبقى فاهم إنه جزء من أدوار الدولة هي الحفاظ على إيه؟ على المكتسبات الاجتماعية، يعني عدم الإضرار بمصالح المجتمع وبالذات مصالحه الاقتصادية المباشرة. يعني إيه برضو؟ يعني الفئات التي لم تكن محظوظة في الماضي كان يتوجب دائما ولا زال بالمناسبة إن الدولة تحافظ عليهم. تحافظ عليهم يعني لازم الدولة تبقى جزء أساسي من الاستثمار. المسألة مش متعلقة بأن إحنا ماشيين على نفس النسق اللي كان موجود مثلا من بعد ثورة يوليو 1952، المسألة مش كده على الإطلاق. المسألة متعلقة بأنه أنا محتاج أن أنا أحافظ على أسعار سلع ومنتجات كتير. المسألة متعلقة أن أنا لازم كنت أبقى جوه الاستثمار علشان أقدر أوسع من نطاق فرص العمل. وديك شفت أنه من 13.5% نسبة بطالة لتقريبا 7 ولا 7.5% نسبة البطالة في مصر، ده خلال التسع سنين الماضية. ده اتعمل ليه؟ لأنه الدولة كانت مستثمر رئيسي في قطاعات محددة، وبالمناسبة مش في كل القطاعات لكن في قطاعات محددة، ومن هنا استطاعت الدولة أنها تخلق توظيف. طب التوظيف ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى 5 مليون فرصة عمل، في 5 مليون بني آدم فتحوا بيوتهم من وراء وجود الدولة. طيب ده بيفضل مستمر إلى أن يبدأ الاقتصاد في الاستقرار، مش بس النمو، احنا بنحقق معدلات نمو كويسة خلال السنوات القليلة الماضية، بس كان لازم الوضع يستقر. فلما استقر الوضع، عشان برضو تبقى الصورة قدامك واضحة، لما استقر الوضع الدولة تبدأ تتحرك في مسألة برنامج الطروحات. وزي ما يمكن دكتور مصطفى مدبولي قال ان احنا تقريبا حققنا حوالي 5.6 مليار دولار نتيجة التخارج من حوالي 14 شركة. في ناس هتيجي تقول لك طب وهو التخارج ده ممكن يؤدي إليه؟ هقول لك اولا بيؤدي الى هذه الحصيله الدولاريه اللي الدوله بتبدا تشتغل بيها، بقى تشوف هتوزعها ازاي، ايه اللي هيتحط احتياطي، ايه اللي هيستخدم في المزيد من الاستثمارات، ايه اللي هيبدا يذهب في حزم، زي ما هيطلع. دي بقى رؤيه تانية خالص ولنا ان نتحدث فيها جدا بالجمله وبالتفصيل، ونتفق ونختلف. ده الاساس بتاع الجمهوريه الجديده، ان نتفق وان نختلف زي ما كان بيتكلم زمايلي الاعزاء. خلاف في الراي لا يفسد لاي ود قضيه، ثم انه هذه الخلافات دائما ما تكون مثمره. يعني ايه؟ ما احنا بنفتح لبعض المدارك وتتسع الزوايا لاجل رؤيه اكثر وضوحا واكثر شموليه الى اخره. بعض الحاجات اللي الناس مش عاجباها يقول لك ايه، طيب وهو الدوله تخرج من الفنادق ليه، او السبع فنادق بتوع النهارده مثلا على سبيل المثال. والله انا اقول لك حاجه لطيفه جدا، بكلمك بامانه يعني. فندق من الفنادق، سيبنا هو اسمه ايه، لكن لديه مجموعه من الغرف الفندقيه، مجموعه ليست غرفه ولا اثنتان ولا عشره، مجموعه من الغرف الفندقيه تطل بشكل مباشر على الهرم الاكبر. خوفه اهم واكبر واعظم واقدم اثر موجود على سطح الكره الارضيه. تسعير الغرفه الفندقيه دي، خد بالك بقى، لا يتجاوز في أفضل أحوالها، لا يتجاوز في أفضل أحوالها حوالي 500 يورو. خد الرقم اللي أنا بقوله لك ده، ثبته كده في مخك، عارف أنت لما بتعمل بين، ثبته وخد الرقم اللي أنا هقوله لك. غرفة في فندق، هذا الفندق في حيز برج إيفل، حيز برج إيفل، وهذه الغرفة لا تطل على برج إيفل بأي حال من الأحوال، لا تطل، بس هي في الفندق اللي في الحيز ده.
عارف انت الفندق يقول لك صف اول كده، بس مش اطلاله، مش اطلاله على البرج. بتتقيم بكام؟ ب 1100 يورو لليله. برج ايفل اللي اتبنى في القرن ال 19، الغرفه اللي ما بتطلش عليه مقيمه ب 1100 يورو، لكن الغرفه اللي بتطل على هرم خوفو، اقدم اثر عرفته البشريه واكبر سر عرفته البشريه، احنا مقيمينه كده. السؤال ليه؟ اقدر اقول لك لانه دي اداره، ده شكل الاداره. لازم لازم القطاع الخاص كان يخش في هذا الاستثمار الفندقي او الاستثمار السياحي، لازم. انت عارف انا مش من الناس اللي دايما تشجع القطاع الخاص، بل بالعكس، يعني دايما تلاقيني واخد خطوتين ثلاثه لورا، لكن انا بقول لك هو ده الواقع وهي دي الحقيقه. القطاع الخاص هيقول لك ايه؟ هو انا دافع الفلوس دي كلها عشان الاوضه دي تتقيم بالسعر ده؟ انا اسف جدا، لا يمكن، ده تقف عليا بخساره، غير لي الكلام ده. ليه بقى؟ لان انا محتاج ابدا استهدف، وده هيحتاج هنا حزمه معينه، حزمه معينه متعلقه بقى بوزاره السياحه بكل هيئتها وفروعها اللي بتشتغل على ده، هي مساله التسويق السياحي وما نطلق عليه التور اوبريتورز اللي موجودين بره الى اخره. انا محتاج السائح المختلف، السائح اللي بيجي لي مصر في غالبيته العظمى، غالبيته العظمى حاجه اسمها باك باك، شايل شنطه على ظهره واخد الرحله التشارتر، بينزل في المطار، يخش على الاوتيل، ياخد باكج اسمها اول انكلوسيف اللي هو كله على كله، ولما تشوفه بقى قول له بقى، واكل وشارب ونايم ومهيص. لا بيخرج من الاوتيل ولا بيركب اوبر ولا بيركب تاكسي ولا بيركب تاكسي ابيض ولا بيخش على بازار يشتري له حاجه ولا يقعد في مطعم بره في الشارع ياكل لقمه، الكلام ده مش موجود. طيب الفيلم ده كله بيكلف هذا السائح كام؟ بالكتير قاعد في اوتيل خمس نجوم كله على كله ويدفع له 1000 يورو في اسبوع ولا في 10 ايام. مصر يجيها واحد واكل شارب نايم في اوتيل خمس نجوم وكمان ما بينفعنيش بحاجه. انا عايز الناس تشتغل، انا عايز سواقين العربيات وعربيات السياحه والبازارات والمطاعم وبياعين اللب كله، انا عايز الناس تشتغل، ده ما بينفعنيش. الله، ازاي؟ القصة مش في ال 15 مليون سايح ولا انه يبقوا 15 مليار دولار، لا، القصة في نوعية السايح اللي يجيب لي قد الفلوس دي. يعني تخيل كده لو انا استهدفت السياحة بقى البريميوم دي، السياحة اللي هي الفاخرة دي، الراجل اللي يجي يقعد في اوتيل يبص على الهرم في الأوضة بتاعته حاطط رجل على رجل، باشا اعمل له اللالي، احول له الأوضة دي للجنة بتاعته، عربيات ظريفة لطيفة تبقى موجودة تحت أمره ياخدها ويتحرك ويتوكل على الله، يتفسح وينبسط، التور جايدز أو إخواننا المرشدين ياخدوه يلفوا بيه على البازارات ويودوه الأماكن السياحية وما إلى ذلك. بس أنا عايز السايح اللي بيعد، اللي هو يجي يحط في أوضة. ما انت لما تيجي تفكر فيها بالمنطق، لو بالمقارنة بهذا الفندق الباريسي قدام الفندق المصري الذي يطل مباشرة على الهرم، اقيم الأوضة بتاعتي بكام؟ بالميت كده ده فيها بتاع 3000 4000 يورو في الليلة. انا عايز ده، انا عايز ده، زي ما انا نفس القصه انا عايز ده بقى ايه على سواحل البحر الاحمر وسواحل البحر الابيض، وعاوز الكلام ده اشوفه كده في الاوتيلات الجميله الظريفه بتاعت الاقصر وبتاعت اسوان وهكذا، وفي جنوب سيناء شرم الشيخ الخ الخ. انا عايز استهدف سائح بريميوم، سياحه فاخره. هل ده معناه ان انا اتنازل عن سياحه الباك باك اللي هو سياحه الشارتر؟ لا، انا عايز من ده وعايز من ده، بس انا استهدافي الرئيسي دلوقتي راح على فين؟ على بتوع الشارتر. ده علاجه بيجي بقى من التور اوبريتور، ودي مكاتب بتبقى بره، لازم انا اغير بروتوكول التعاون بتاعي. انا في مصر ما اجيبش 30 مليون سايح، ده انا المفروض انا اجيبهم وانا سايب ايديا. يبقى كان لازم القطاع الخاص يخش لانه خايف على فلوسه، يعني الدوله مش خايفه على فلوسه، خايفه، لكن الدوله في الاخر خالص بتتحرك بشكل بطيء. الموظف اللي عارف انه كده كده واخد المرتب اخر الشهر، غير الموظف اللي عارف انه كلما زاد نشاطه وزادت كفاءته وزادت جودة الخدمة المقدمة كل ما حصلته الشهرية بتزيد، لانه بياخد بونس وبياخد مكافأة يعني، وبياخد حوافز وبياخد مش عارف نسب ايه وكلام من ده. فده هتلاقيه ايه؟ ما اقولكش، رهوان شغال.
هي دي كل المسألة. أما بخصوص الحصيلة زي ما بتاعت النهاردة على السبع فنادق، فأنا أظنها كانت حوالي 880 مليون دولار. إذن إحنا ماشيين على خط ما، وأظن إن إحنا ماشيين على الخط ده، بس في نفس الوقت وإحنا ماشيين عليه لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا قوي خالص. وأنا دايما السؤال اللي يمكن هطرحه بعد كده، ألا وهو هل أنا تخارجت بشكل كامل ولا أنا تخارجت بنسبة محددة؟ وهل النسب الحاكمة بقت في إيد القطاع الخاص ولا لا زالت النسبة الحاكمة في إيد بعض مؤسسات الدولة؟ لأنه كل هذه الأمور فارقة. السؤال اللي هيفضل بعد شوي وده مهم جدا، بداية من عام 2024 احنا بنبدأ فعلا أنا في رأيي مرحلة جديدة، وأنا عندي يقين أنها سوف تكون أكثر إثمارا. السؤال هو هل الحكومة هتشتغل معانا بنفس الطريقة بتاعة الكام سنة اللي فاتوا، ولا نغير الطريقة؟ خلي بالك القصة ملهاش علاقة بتغيير حكومة من عدمه، مش دي القصة دلوقتي. حتى لو كان لزاما وواجبا، أنا بتكلم على الطريقة. أنا ممكن أغير الوجوه بس الطريقة تفضل، صح؟ إحنا محتاجين نغير الطريقة. أنا مش عاوز حكومة بيحصل لها حالة بانيك وهلع وزعر لما بيحصل حاجة. أنا مش عايز حكومة تنتظر دائما إنه الرئيس يقول اعمل كذا، حل دي، والحل بتاع دي هيتعمل 1 2 3 4. أنا عايز حكومة تذهب وتعرض على الرئيس رؤاها وأفكارها. ويمكن إحنا كلنا بنشوف طريقة الرئيس في التعامل، الرئيس مستمع رائع رائع، ودايما تلاقي فيه معاه نوتة صغيرة وقلم وبيكتب وبياخد ملاحظات وبيأيد، ومستعد دائما للسؤال والمناقشة والأخذ والرد، وباله طويل إلى أبعد الحدود. إذن مفيش مشكلة على الحكومة أن تكون أكثر تقدمية من ذلك، أيا كانت الأسماء الحالية الجديدة المستقبلية، أكثر تقدمية بكتير من ذلك. عليها أن تصيغ رؤى وأفكار، عليها أن تعرض على فخامة الرئيس، عليها أن تشرح وتفند وتفصل وتدافع عن وجهات نظرها. ده مهم لأبعد الحدود. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. قامت الدنيا ولم تقعد، وحقهم الناس كلها ان هم ما يقعدوش. اللي شفناه بسبب او تحديدا الفيديو اللي ملا مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة تخدير طفلتين ومحاولة اختطافهم من داخل الاسانسير، حاجة تخض وحاجة تقلق وحاجة توتر، ونقعد نفكر كلنا كأبهات وأمهات إزاي بقى بعد كده العيال تطلع في أسانسير في العمارة، وأنا بقى لازم أفضل قاعد مستني وأسيب شغلي وبتاع. إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة الناس كلها قاعدة عمالة بتتكلم، وزي ما بقول لكم كده الدنيا قامت ولم تقعد. إيه السر؟ إيه القصة؟ إيه الحدوتة؟ معانا على التليفون أستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بيك يا محمود. اهلا وسهلا بيك استاذ يوسف. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. ايه قصه اختطاف البنتين من الاسانسير وتخديرهم وحدوته وعنف كمان على البنتين؟ يعني هو كان 4 دقايق من الرعب، فيلم اجنبي زي ما حضرتك قلت، فيديو كان صادم والناس كلها اتخضت، وخلوا بالكم من اولادكم وخاصه البنات في حالات اختطاف. لكن الاكثر صدمه لما تبين ان الاب هو اللي وراء هذه القصة. إيه؟ باختصار الأب هو البطل الرئيسي وراء هذه القصة. أبوهم؟ باختصار شديد الأب منفصل عن الزوجة. بس أنا عندي نقطة بس يا محمود، يعني الراجل اللي في الأسانسير ده أبوهم؟ لا، الراجل اللي في الأسانسير دول اتنين مش 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 أب البنتين، دول اتنين تم تأجيرهم بالمال كمان قبل الأب. يعني أب أجر جوز عشان يخطفوا بناته ويتعاملوا معهم بهذا العنف؟ بهذا العنف وبهذه الوحشية. وحضرتك أكيد شفت الفيديو وشفت إزاي البنات بيتعرضوا لتعدي وضرب وعنف من قبل اتنين كانوا عايزين ينفذوا المأمورية علشان يحصلوا على يعني مبلغ مالي ما تم الاتفاق عليه، لأن هناك خلاف على البنتين من فترة، والأب بيعمل بإحدى الدول العربية، وللأسف كان سبق إنه خد البنتين دول لمدة 4 سنين وسافر بيهم دون علم الزوجة.
بعد كده البنتين تعبوا صحيا، رجعوا لوالدتهم تاني من حوالي سنة برضو حاول يكرر هذا الأمر. البنتين واحدة اسمها جنى عندها 14 سنة، الثانية حنين عندها 12 سنة، بنتين صغيرين خالص يعني. الأب بيتواصل معهم تليفونيا إلى حد ما، عرف إن هم طالعين للعمارة، هم ساكنين في الدور الـ 11، الاثنين اللي أجرهم عليهم طلعوا السلم، كان الكهرباء قطعة، فضلوا مترصدين للبنات قدام الأسانسير، مجرد ما جت الكهرباء والبنتين طلعوا الأسانسير، فتح الأسانسير في الدور الـ 11 لقوا البنات موجودين وحاولوا زي ما حضرتك شفت في الفيديو الصادم الساعة 3 عصرا و4 دقائق تحديدا، قدرت كاميرا المراقبة أن توثق هذه الواقعة، خدروا البنات، الراجل فيهم أحد الأشخاص ارتبك بدل ما يدوس على رقم زيرو عشان ينزل داس على رقم 11 تاني، الأسانسير وقف ما معاش شفرة، كانت ست واقفة في الدور الـ 11 استنجد بيها، قال لها دي البنتين دول عندهم حالة تسمم واحنا لازم يعني ننزل بيهم بسرعة. حظه سيء ان الست الواقفه دي هي طبيبه، قالت له انا طبيبه ازاي بنتين عندهم حاله تسمم ومش بيرجعوا ومفيش عمليه قي، فواضح ان الامر ارتبكوا قدامها، قدروا بالفعل انهم ينزلوا، لكن هي استدعت البواب جري وراهم، البنت الصغيره كان وزنها تقيل شويه ما قدروش ياخدوها، خدوا البنت الكبيره وقدروا انهم يهربوا بيها. للاسف البنت سافرت مع والدها خارج البلاد، والأم حاليا يعني بتلاحق الأب قضائيا. يا نهار أبيض، دي قصة ولا في الأفلام. فعلا يا أستاذ، يعني فيلم أجنبي، يعني الأولاد بيدفعوا للأسف فاتورة هذا الخلاف وهذا الصراع اللي واضح إنه صراع ممتد من سنوات طويلة بين الأب وبين الأم اللي هي أم لثلاث أطفال من ضمنهم البنتين اللي حصل لهم هذا الحال. إيه ده؟ يعني خلاف ما بين زوج وزوجته أو طلقته يؤدي إلى أنه يتخلى عن إنسانيته بالكامل وعن أبوته وهذه العاطفة الغريزية اللي المفروض تكون موجودة جواه، فيسمح بأنه يأجر جوز بلطجية يعاملوا بناته بهذه الخشونة والعنف ويخدرهم ويعرضهم لهذا الضغط؟ بالفعل اه طبعا، وكانوا البنات تخدروا وكانوا حاملين البنات وبيحاولوا يجروا بيهم، وعمليه كر زي كر وفر بينه وبين البواب والاهالي اللي قدروا ان هم يرجعوا احدى البنات، والبنت الثانيه قدر انه يجري بيها. طبعا الفيديو بعد ما تم تداوله والسيده ما قدمت بلاغ، قدرت الاجهزه الامنيه من خلال الفيديو تحدد هويه الاثنين اللي ظهروا في الفيديو واتقبض عليهم، والنهارده يعني اعترفوا قالوا ان احنا يعني منفذين فقط لا غير، احنا اخذنا مبلغ مالي، وكان الاب على تواصل معنا تليفونيا حتى تنفيذ العمليه بالكامل تحت اشراف. وهذا الاب يعني طب ازاي البنت؟ لا بس طبعا هو له حق الولايه في ان هو يعرف ياخد. بالضبط، هو له حق الولايه، ما فيش ما يمنع قانونا ان هي تسافر مع والدها، خاصه ان هو سبق ان البنتين سافروا معاه قبل كده عندهم جوازات سفر، فبالتالي ما عندهمش اي مشاكل ان هم يسافروا مع والدهم في الاول والاخر يعني. حتى تم عرض احدى الصور في البيان اللي اصدرته وزاره الداخليه النهارده، ان البنت بتمشي بمحض ارادتها مع والدها وهي مسافره في المطار والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. بس يعني انا اظن انه القضاء سوف ينصف الام لانه البنات في سن الحضانه. وهي بالفعل يعني هي خدت من سنه تحديدا خدت حكم بضم الحضانه البنات، فبالتالي هتقدم هذا الحكم ويتم ملاحقه الاب. ده بالتاكيد بالتاكيد، وان شاء الله استعاده البنت الثانيه لاحضان والدتها ان شاء الله. اكيد لا محاله. يعني انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. انهي نفس بشريه تستوعب انه خلاف ما بين اتنين، واحد وطلقته خلاص، اعرض بناتي لده ازاي؟ ازاي؟ اتمنى 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 ان مفيش لا اب ولا ام يقدموا على مجرد التفكير في مثل هذه الامور. انتوا بتدمروا العيال. ثق ان البنتين تعرضنا لازمه ولصدمه نفسيه كبرى. ثق. طيب خليني
ارجع بيك مره تانية على الطروحات وبرنامج الطروحات. والنهارده كان في المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مع مدبولي مع يمكن اطراف الصفقه الاخيره اذا صح الكلام. ومعانا على التليفون سياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. اهلا بيك يا سياده المستشار ومبروك على المهمه الجديده زي ما بيتقال. الله يخليك يا فندم، ألف شكر، كتر خيرك. محتاجين الأول نعرف شوية تفاصيل، يعني حجم الصفقة. بعض الجرايد كتبت 800، البعض كتب 860، البعض كتب 880، هي الصفقة حجمها قد إيه؟ الصفقة يا فندم، المستهدف من الصفقة هو زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. عظيم جدا، 800 مليون دولار في اطار السبع فنادق دول. بالظبط يا فندم، مظبوط. زياده كده نسبه الاستحواذ وصلت لكام في الميه؟ نسبه الاستحواذ بنسبه 39%، مع الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحيه ستساهم بنسبه 39% مع الحق في الاكتتاب في زياده راس المال للوصول لحصه 51%. يعني هيبقى لها حق اكتتاب للوصول الى الحصة الحاكمة 51%. ال51%، لكن الى الان وقبل الاكتتاب فانه 39% مع المستثمر، والبقية اللي هي تقريبا 61% مع الدولة. بالضبط يا فندم، لانه الشراكة او الشراكة هي ما بين صندوق مصر السيادي وشركة ايجوس وشركة مجموعة طلعت مصطفى القبل. عظيم جدا. طيب السؤال، حق الاكتتاب ده معناه انه هيحصل اكتتاب مفتوح في البورصة ولا اكتتاب مغلق؟ يعني التفصيل بطبيعه الحال من الممكن انه يتم تحتها المزيد من التفاصيل خلال الفتره المقبله، اخذا في الاعتبار انه سيتم خلال الاسابيع المقبله على عده مراحل تنفيذ الاتفاق، لكن ان شاء الله سيتم اتاحه المزيد من التفاصيل. اجمالا يمكن القول الان انه الغرض الاساسي هو زياده التمويل وضخ المزيد من راس المال بالعمله الاجنبيه بقيمه 800 مليون دولار. يعني هذا المبلغ ال 800 مليون دولار هيعد ضخهم داخل السبع فنادق دول. بالضبط يا فندم، هو الفكره هي انه تم الجوهر الاتفاق انه صفقه بمثابه صفقه سيتم دخول مستثمر الاستراتيجي كما ذكرت اللي هو الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحيه ايكون، اللي هي احدى شركات التابعه لمجموعه طلعت مصطفى القبل. ستدخل كمستثمر استراتيجي في ملكيه شركه ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحيه. اللي بتضم 7 الفنادق التاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كويس جدا. هل يعني الحصة بتاعت آيجوث والحصة بتاعت الصندوق السيادي هل هي عبارة عن أسهم موجودة أيضا في البورصة ولا هي حصص غير موجودة؟ يعني هل هي شركات مساهمة ولها أسهمها المتداولة ولا لا؟ هي هيتم توزيع هيكل الملكيه من ما بين شركه هيكل الملكيه في شركه ليجاسي اللي تم تاسيسها كشركه للمشروع، تم تاسيسها حديثا شركه للمشروع، وحيساهم فيها ايضا صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرع للسياحه والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، وشركه ايجوس فيما ستساهم كما ذكرت شركه ايكون بنسبه 39%. اذا هي ستكون شركه مساهمه ما بين او شراكه ما بين الاطراف المختلفه. طب هنا بقى دي حاجه مهمه لانه ما كانش ده واضح يمكن واحنا بنقرا الخبر. انا كده عندي 39% دي اللي تم التخارج منها ودي اللي خدتها مجموعه هشام طلعت مصطفى، صح كده؟ دي بالظبط. ايوه يا فندم، دي بنسبه 39% وكما ذكرت مع الحق في الاكتتاب في زياده راس المال. لكن ال 61% المتبقيه دي هتبقى شركه ايكون اللي هيبقى فيها الشركه بتاعت طلعت مصطفى زائد شركه ايجوث زائد الصندوق السيادي.
بالضبط يا فندم، هي شراكة ما بين الأطراف المختلفة كما ذكرت، وسيحق للشركة طلعت مصطفى المساهمة بنسبة 39% مع زيادة الحق. طيب سؤال بقى، اتفضل استاذ مستشار كمل يا فندم. لكن هي النقطة الأساسية يا فندم اللي عايزين في الحقيقة نوصلها للساده المشاهدين، هي إنه الفكرة الأساسية للطروحات إن هي كما ذكر دولة رئيس الوزراء اليوم إن هي تهدف لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة عائدها، وهناك وفكرة الطروحات نفسها بتأتي في إطار عملية إصلاح شامل للاقتصاد المصري. يعني دولة رئيس الوزراء أكد اليوم على أنه عملية الطروحات هي بتأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتهدف للتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وانه الدوله المصريه حريصه على القيام بالاصلاح بغض النظر عن الاوضاع الاقتصاديه الحاليه او الاوضاع السياسيه سواء على المستوى الاقليمي او الدولي. هناك التزام ثابت على الدوله المصريه بالقيام بعمليه الاصلاح الشامل، وبالتالي عمليه الاصلاح سيكون لها العديد من الفوائد. اول حاجه بطبيعه الحال اوضح دوله رئيس الوزراء إنه الطروحات المختلفة حققت من خلال التخارج سواء كليا أو جزئيا من 14 شركة حتى الآن ما قيمته 5.6 مليار دولار. وأوضح كمان دولة رئيس الوزراء إنه عملية الطروحات بيتم التعاون فيها مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبار ان مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الاستراتيجي للحكومة في مجال الطروحات، وبالتالي انه مؤسسة التمويل الدولية درست وضعية ال 14 شركة، وهناك المزيد من الشركات الاخرى الجاري دراستها واعداد دراسات بشأنها لطرح مزيد من الشركات 50 شركة اخرى، مع التأكيد على انه احنا نحن نتحدث عن اربع مجالات اساسية أو أربع قطاعات أساسية اللي هي المطارات، الاتصالات، البنوك، التأمين. طيب هنا بقى نقطة مهمة جدا في مسألة المطارات، هل بدأ بالفعل التقدم بعروض على مسألة إدارة المطارات؟ يعني مازال الوضع حاليا مازال الوضع خاضع للدراسة، وبطبيعة الحال عندما يكون هناك قرار معين فيما يتعلق بأي مطارات أو أي مشروعات أو قطاعات أخرى سيتم إعلانها مثل ما تم اليوم. لكن المؤكد أنه الهدف من سواء المطارات أو القطاعات الأخرى هو نقل الخبرات وتطوير كفاءة الإدارات ونقل أحدث أساليب الإدارة على المستوى العالمي إلى القطاعات المصرية وتحقيق نقلة نوعية. لأنه هنا حضرتك في نقطة مهمة، أنه الطروحات كما ذكرت بتهدف ليس فقط لزيادة كفاءة أصول الدولة وزيادة العائد منها، ولكن هناك أيضا فوائد أخرى متعلقة بزيادة التوظيف، زيادة العائد الضريبي من خلال زيادة أنشطة تلك الأصول، وبجانب طبعا جذب استثمارات أجنبية. يعني جذب استثمارات أجنبية ده سيعود على الدولة بفوائد كثيرة، وكما ذكر دولة رئيس الوزراء أنه حتى الآن من خلال 14 شركة استطاعت الدولة تحصيل 5.6 مليار دولار، بجانب انه المشروع اليوم انا كما ذكرت سيتم ضخ فقط من مشروع اليوم خلال الفتره المقبله خلال الاسابيع المقبله 800 مليون دولار. طيب عظيم جدا، معلش انا هاثقل عليك شويه يا سياده المستشار، وفي مساله حضرتك قلتها، قلت زياده فرص التوظيف، ده هنا هيخليني اسال، هذه الاتفاقات وهذه الطروحات هل فيها بنود تحافظ على حقوق العاملين في المنشات؟ يعني ساعات بيحصل انه يجي يخش مستثمر خاص ويجي يقول لك والله بص بقى انا العدد ده مش عايزه، فانا هروح منه 10% 5% 2% زي ما يطلع، هل لدينا اتفاق بخصوص حقوق العاملين في هذه الشركات؟
يعني حضرتك من الاتفاق بطبيعه الحال سيتم تنفيذه خلال الاسابيع المقبله ان شاء الله، وسيكون هناك اتاحه المزيد من التفصيل، لكن انا اؤكد لحضرتك انه الامر هو شراكه ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي من المؤكد انه سيكون هناك مراعاه بطبيعه الحال لاوضاع العاملين، والغرض كما ذكرته هو تطوير ورفع الكفاءه. فإن شاء الله يعني كما ذكر دولة رئيس الوزراء نحن نأمل لتحسين وكفاءة إدارة المنشآت وبالتالي تطويرها وإدارتها على الأسلوب الأمثل إن شاء الله كما نأمل جميعا. ده كلام كويس. أنا بقول الكلام ده ليها ست مستشار برضو، يعني علشان حتى يعني حضراتكم تبقوا فاهمين المنطلق بتاعي لما بتكلم في حاجة زي كده. أنا لو أحب لأحد أن يصطاد في ماء عكر، علشان أنا مش عاوز الكلام يبدأ يطلع عند شوية أبواق موجودة في الخارج ويقولوا أصل لما هتتعمل الطروحات أو لما تتمم الصفقات فده هيضر بحقوق العاملين ويخلقوا بؤر احتقان ملهاش أي لازمة ولا أساس لها، يعني عن طريق كلام لا أساس له من الصحة. لهذا أنا أهم حاجة عندي إن أنا أخد تأكيد يقيني بس. إن شاء الله يا فندم، يعني كما ذكرت لحضرتك هو عملية التقييم والطروحات بتتم من خلال مؤسسة التمويل الدولية، وهي بتتم على أعلى مستوى من الدقة وبأسلوب علمي بيراعي بطبيعة الحال المصلحة الوطنية، ومن المؤكد أنه سيكون هناك تطوير كما ذكرت في إطار شراكة. يعني دي نقطة مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أن الأمر يتضمن تعزيز شراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص. حلو. وبالتالي إن شاء الله يكون هناك لا يوجد أي تخوفات، وإنما الهدف هو زيادة وكفاءة تلك المشروعات وضخ أموال واستثمارات أجنبية فيها. أشكرك جدا سيادة المستشار، كل الشكر سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. طيب خليني هنا يعني أقول حاجة مهمة، جزء دايما يا سادة كرام، يعني أنا برضو عايز أنه حكومتنا الرائعة والمحترمة والمقدرة من شخصي المتواضع ما تاخدوش الموضوع اللي احنا بنقوله أنا ولا أي حد من زملائي في الصحافة في التلفزيون في الراديو باعتباره أنه هجوم، هو ما هواش هجوم. فرق طبعا ضخم ما بين النقد لأجل إصلاح أو لأجل الإضاءة بشكل عام، وفي فرق ما بين إنه الهجوم، مش بهاجمك، أنا عايز أفهم، شغلتي أفهم عشان أفهم الناس. هقولك من ضمن الحاجات التي تؤخذ دائما من وجهة نظري أنا بس لوحدي كده بطولي، وأعوذ بالله من كلمة أنا شخص متواضع جدا أوي خالص، أنا أقل الناس يا عم، من الهوسة اللي بتحصل إن المعلومة مش موجودة. يعني أنا دلوقتي بسأل يا جماعة هل في اتفاق واضح بيقول إن إحنا بنحافظ على الناس وحقوقهم و و و و و و فست مستشار الحقيقة مشكورا قال لي هنعرف التفاصيل وهنقول. من هنا لحد ما نعرف التفاصيل ونقول يطلع واحد زي الواد محمد ناصر ولا الواد اللي هو بيتكلم على طول التشيك لك التشيك تشك ده اسمه ايه، الواد اللي هو كان بيشتغل دكتور اظن، قالوا لي والله العظيم بنسى اسمه. المهم يعني سيبك من القصه دي، شويه ارجوزات الاخوان هيطلعوا يعملوا ايه؟ ايوه وهيقعدوا يسخنوا الناس على الفاضي وعلى المليان، بس هو فعلا ما فيش مليان، هيسخنوا الناس على الفاضي. يبقى ايه الواحد بيلاحظه على الحكومه او تقدر تقول ياخده على الحكومه؟ إنه لو سمحتوا خليكوا استباقيين، يعني أنا أحب إن أنا أشوف بيان واضح، كلمة واضحة تقول إنه يا جماعة هذه الشراكة اللي ما بيننا وما بين القطاع الخاص مش معناها إن الناس هتمشي ولا إن الناس هتتشرد ولا إن الناس هتقعد في بيوتها ولا كلام من ده خالص، لأ ده إحنا لازم نوضح لكم أن هناك بنود في التعاقد ما بيننا وما بين المستثمر الاستراتيجي سواء إذا كان مصريا عربيا أجنبيا، أن هناك حفاظ كامل بشكل تام على حقوق العاملين والموظفين في المنشآت اللي بيحصل منها تخارج واللي بتحصل عليها شراكات، وإنه الهدف هو رفع الكفاءة مش انه احنا نسرح الناس بالتعبير النصي كده. يا سلام كده الناس تمام حطت على قلبها، يعني يقول لك ايه حط ببطنك بطيخة صيفي خلاص مفيش حد قلقان. انا اشتغلت في شركة، معلش هقول لك حاجة،
أنا اشتغلت زمان في شركة من الشركات، شركات الاتصالات الشهيرة الكبيرة، وتعلمت فيها كتير يعني. هذه الشركة لما بدأت كان ترخيصها وتعاقدها، الكلام ده كنا سنة 98، إنه هي اللي هتتولى مهمة الاتصالات اللاسلكية، اتصالات المحمول تحديدا بدلا من الدولة. تعرف اتصالات المحمول في مصر بدأت الأول الدولة نفسها، وزارة الاتصالات نفسها. بس خد بالك بقى، لما الشركة الاستثمارية الكبيرة دي اتعملت ما مشتش الناس، بالعكس ده كان لازم يبقى فيه من الناس القدام اللي اشتغلوا جوه وزارة الاتصالات، وزي ما كنا نقول كده الناس اللي اشتغلت في سنترال رمسيس باعتبار انه كان المركز الرئيسي لخدمات التليفون المحمول انذاك، يعني في الفترة بتاعت 97 و98 اظن احنا كنا بدأنا الخدمة دي في مصر 96 97 حاجة كده يعني. زمن الواحد ذهنه برضو ما بقاش دقيق 100% في التواريخ بتاعت امتى. مهم، فما فيش حد مشي، بل بالعكس كنا محتاجين جدا خبرات الناس الاوادم دول، وفضلوا معانا ولازالوا موجودين في هذه الشركة حتى هذه اللحظة. يعني انا ليا صديق عزيز جدا موجود من زمان، من ايام ما كانت تبع وزارة الاتصالات وحتى هذه اللحظة، وشركة بقى خلاص بقى كمان بقت دولية يعني، هشام الباجوري صاحبي لحد دلوقتي بنتكلم انا وهو. طيب إذن أنا محتاج إن الدولة تقول لنا بوضوح يا جماعة مفيش حاجة، وبالتالي تقفل الباب قدام أي صيدة في المية العكرة، أي صيدة في المية العكرة مفيش حد هيعرف يصطاد خالص. دي المشكلة بتاعت الحكومة عندنا، أو جزء من المشاكل، قد لا تكون مشكلة كبرى لكنها تتسبب في مشاكل وكثيرة ومتفرعة، وتعمل لنا هوسة وتعمل لنا دوشة، وبعد كده نرجع نعمل ايه بقى اللي بيحصل. طيب يبقى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بعد ان تابع مع الوزارة المعنية فاجابوا بانها شائعة على اساس لها من الصحة وانه مرفوضة جملة وتفصيلا. انا مش عايز كده، انا عايز من البداية اقفل الباب. انا مش عايز اطلع اكذب، انا عايز تبقى الموضوع زي ما يقولك كده على مية بيضة واضح، نبقى شلنا على دماغنا ايه الهوسة. خليني هنا أنتقل معاكم لملفنا الخارجي، واللي أنا أرى أنه يدار بمنتهى البراعة بصراحة. معالي الوزير وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري النهاردة كان مقابل وزير الخارجية الروسي لافروف، واتكلموا مع بعض في جهود مصر الحثيثة طبقا للبيان. خد بالك من كلمة الحثيثة لأنها فعلا مهمة، لأن فيها إصرار على وقف هذا العدوان الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية، لأنها مش بس قطاع غزة، لا ده بيتضرب في قطاع غزة وبيتضرب في الضفة وهكذا. معنا على تليفون دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي. أهلا بك يا دكتور نبيل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور نبيل. يمكن مهم عندنا أن احنا نفهم مدى الدور اللي من الممكن أن تلعبه موسكو في وقف هذا العدوان جنبا إلى جنب مع مصر. مصر بتقود هذا الملف بمنتهى منتهى الشجاعة الحقيقة، وبمنتهى التحدي أيضا للإرادات الدولية، حتى استطاعت أن تغير من وجهات نظر بعض الحكومات، وأقدر أقول وعلى رأسها فرنسا. السؤال إيه اللي هنقدر نعمله إحنا والروس في هذا الشأن حتى نصل إلى وقف هذا العدوان؟ لا أنا في تصوري طبعا مصر موقفها سابق. أولا مصر موقفها متطابق جدا مع روسيا فيما يتعلق بهذا الأمر. حلو. وقف إطلاق النار، حل القضية الفلسطينية حل جذري، هو حل الدولتين المتفق عليه من المجتمع الدولي. ولذلك أنا شايف أنه الموقف المصري والموقف الروسي وتطابقهم من الممكن أن يكون لهم تأثير كبير جدا. وطبعا فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار، دي مسألة جوهرية قبل أي عمل أو قبل أي إجراء آخر ممكن يتخذ، طبعا للحفاظ على أرواح المدنيين والمواطنين العزل اللي مات منهم عدد كبير جدا. طبعا مصر وروسيا من البداية على فكرة أعلنت إن هي مش يعني مع وقف إطلاق النار ومع حل الدولتين، والشرق الأوسط لن يكون خاليا من الإرهاب تماما إلا بحل القضية الفلسطينية.
طب عظيم جدا دكتور نبيل، في رأيك برضو وحضرتك متخصص في هذا الشأن، هل من الممكن خلق محور مصري صيني روسي للضغط على إسرائيل؟ حتى وأنا عارف أنه إسرائيل لن تقبل بوساطة روسية، بس لو كانت الوساطة منفردة. هو من الصعب، من الصعب، من الصعب جدا، لكن مع الصين إسرائيل الولايات المتحدة فقط هي التي ممكن أن تؤثر. طيب عليها، هل في إطار، لأنها هي الدولة التي يعني الحبل السري لإسرائيل يعني مرتبط بالولايات المتحدة. طب في إطار أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، هل من الممكن هذا المحور الثلاثي أن يمارس ضغط ما أو يشكل ضغط ما؟ لا لا، الصين لا تمارس أي ضغوط. الصين هدفها الأساسي هي الحاوية، البضاعة. بتقصد التجارة بشكل عام، التجارة يعني معاملاتها التجارية. طيب يعني الصين لا. طيب هنا أليست الصين لديها مصالح تجارية واسعة مع المنطقة العربية بما يسمح بأنه الصين تتعاون مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتشكيل هذا الضغط؟ طبعا طبعا بلا شك، طبعا بلا شك. الصين يعني المملكة العربية السعودية طبعا لها دور كبير جدا، من الممكن أن تؤثر. طبعا مصر، يعني التجارة الصينية في المنطقة العربية وأفريقيا بصفة عامة يعني رائجة جدا ومهمة جدا، وبالتالي من الممكن أن تؤثر. هل لازالت موسكو منشغلة بالحرب الأوكرانية بعيدة بقدر ما عن الوضع في فلسطين؟ نعم 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 يا أستاذ يوسف، لأنه يعني الحرب الأوكرانية تعتبر محورية بالنسبة لروسيا، يعني هي الأساس. لكن في نفس الوقت طبعا هي مهتمة بالشرق الأوسط، لأنه تريد أن تكتسب حلفاء حتى في حربها مع أوكرانيا. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي، كل الشكر مرة تانية دكتور نبيل. خلي بالك أنه الوضع ده بيخلق العشرات من الأسئلة. يعني أنا فعلا قاعد عمال بفكر مع حضراتكم بصوت عالي ومع أي من كبار محللين يعني وأساتذة العلوم السياسية المتعمقين والمتخصصين في هذا الشأن، حتى هذه اللحظة أنا أنتظر موقفا صينيا أكثر شدة. وأتفهم جدا أن روسيا لا زالت منشغلة جدا بالحرب الأوكرانية حتى مع هدوء وتيرة هذه الحرب وهدوء الحديث عنها، يعني وده جيد من ناحية لأنه قضيتنا المركزية هنا بتعاني من اختناق شديد. طيب، حرب في كل مكان للأسف الشديد، وتوتر في كل مكان. أنت بتشوف توتر في أوكرانيا، بتشوف حرب دائرة، ولا أحب حتى أن أسميها حربا وإنما عدوانا غاشما وحشيا على الأراضي الفلسطينية. عندك توتر كوريا الجنوبية، توتر الصين، الولايات المتحدة بسبب تايوان، حرب في كل مكان. وبالتالي قد يشكل ذلك سببا من أسباب ارتفاع أو انخفاض في بعض الأحوال برضو اللي ساعات ما بتبقاش مفهومة لدينا في مصر، تحديدا في مصر على سعر الذهب. سعر الذهب في مصر أنا ما بقتش بفهمه، بيطلع على الإيه وبينزل على الإيه؟ ما أنا ما شوفش سعر الذهب بره 63 دولار ولاقي السعر هنا ده على الجرام 24، ولاقي السعر هنا تخطى 3500 جنيه. ده حاجة تخض. معانا على التليفون الخبيرة الاقتصادية المعروفة أستاذة رانيا يعقوب، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك أستاذ يوسف. مساء النور. ايه حكاية الذهب؟ طيب، هو في الحقيقة زي ما حضرتك كنت بتذكر في تعليقك قبل المداخلة، ان العالم كله بيمر حرب روسية أوكرانية، توترات جيوسياسية في كل مكان، عدوان غاشم على أهالينا في غزة. كل هذه الأمور بتخلي دايما راس المال جبان، ودايما بيحب يذهب ويتحوط إلى الملاذ الآمن، وهو المعدن الأصفر الذهب. أغلب التوقعات على مدار السنتين الماضيتين كانوا بيميلوا إن الذهب هيرتفع وهيكسر الألفين دولار، وبعض بيوت الأبحاث والخبرة كانت بتتوقع إن إحنا نشوف هاي جديد للذهب أو قمة جديدة للذهب في 2024 تقترب من 2335 دولار للأوقية. في الحقيقة كمان الطلب والعرض أحد أهم الأسباب اللي بتخلينا نشوف ارتفاع للذهب محليا. في بعض الأسباب العالمية الأخرى إن اتجاه الفدرالي الأمريكي لتثبيت الفايدة وانخفاض العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، ده دايما بيخلي
أغلب المستثمرين ورؤوس الأموال تتجه على الذهب، فده اللي بيعزز من ارتفاع الذهب عالميا أو محليا. طيب بس السعر في مصر غير السعر بره، بعيد يعني السعر بره النهاردة مثلا الجرام بيعمل حوالي على ال 24 حوالي 65 دولار و40 سنت 36 سنت تحديدا يعني. فيجي السؤال، هو سعره هنا كده ليه؟ في الحقيقة يمكن السعر هنا في مصر بيحمل الكثير بقى من التوقعات والمضاربة، في بعض منها غير حقيقية وغير مبررة. في الأصل أصلا تحركات أو تقييمات الدولار اللي احنا بنسمعها في هذه الأيام كلها تقييمات بتقوم على توقعات شخصية بعيدة تماما عن الطلب والعرض الحقيقيين. يعني هل فجأة زاد الطلب الحقيقي على الدولار؟ هل في طلب للاستيراد على سلع رئيسية؟ ما هي ده الطلب الحقيقي بقى يخلينا نشوف هذه الأسعار. لا، هو الحقيقة أن الدولار النهاردة في مصر تحول إلى سلعة يتم المضاربة عليها بصورة عشوائية. بنشوف تذبذبات عنيفة في السوق، بيطلع بصورة كبيرة وبرضو الانخفاضات بتاعته بتبقى رهيبة، وده هيؤذي محافظ أو هيؤذي أموال المواطنين. ففي الحقيقة يمكن النهاردة تقييمات الذهب اللي مربوطة أو المرتبطة بالدولار، لأن الذهب مرتبط بالدولار عالميا، والنهاردة مع التقييمات اللي احنا بنشوفها هو ده اللي بيسبب التذبذبات العنيفة في سعر الذهب. إلى جانب طبعا ما زلت أؤكد أن الطلب على الذهب أعلى، فأي حاجة الطلب بيزيد عليها مقابل عرض محدود بيؤدي إلى ارتفاع سعر. بس الذهب بره ما عليهوش طلب، بالعكس يعني البنوك بتطرح جزء من مخزونها الذهبي لأجل الحصول على العملات الرئيسية زي الدولار، وبالتالي مش مفترض انه يبقى في عندي سعر للذهب. يعني سعر الذهب انا لما باجي بقعد افكر فيها او احاول احسبها على الكالكوليتر كده، ده معناها ان الناس عندنا هنا في الداخل في سوق الذهب في مصر بيقيموا سعر الجرام 24 على 51 جنيه او 52. مين اللي بيخلق التقييم ده؟ ما ده حاجه غريبه جدا. ما انا بقول لحضرتك دي مضاربات، دايما مضاربة. سعر اي حاجه بتحمل بقى ايه نوع من المضاربات، التوقعات، في توقعات باحتمالية ضبط السياسة النقدية، فده بينعكس على سعر السلعة زي الذهب زيها زي العربيات النهاردة. ولا العربيات، ما دي برضو حدوتة غريبة جدا. طب سؤال، زيها زي مثلا الأجهزة الكهربائية. هل لازال القرار اللي كان متخذ ما بين الشعبة وما بين الحكومة على مسألة أنه الأفراد المغتربين أو العائدين من الخارج يجيبوا معاهم مش عارف كميات محددة من الذهب، يعني هل لازال القرار فاعلا؟ مفروض أنه هو فاعلا، ومفترض تجديد هذا القرار، والقرار ده إيجابي بصورة كبيرة جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك مفروض يهبط السعر بقى لما يكون العرض محدود، ده بيؤثر على السعر. النهاردة الناس دي وهي جاية وبتجيب ذهب معاها إلى حد ما بتوفر نوع من العرض، ولكن في ظل الأحداث العالمية، وخليني بس أختلف معاك في حاجة كنت حضرتك بتقولها، إن عالميا أنت مش شايف إن الذهب هيعلى. لا، إحنا شايفين إن عالميا الذهب هيعلى، وفي توقعات إن إحنا نشوف قمة جديدة للذهب عالميا خلال 2024 اللي بيسموها القمم التاريخية دي. بالضبط، مع اتجاه، وده ليه سبب، اتجاه الفيدرالي الامريكي لتثبيت الفايده او تخفيضها مع النصف الثاني لو استقرت معدلات التضخم بصوره عامه، ده هيكون احد الاسباب اللي يخلي رؤوس الاموال تتجه مره اخرى للاستثمار في الذهب عالميا ويرفع عليه الطلب. ربنا يستر. اشكرك جدا 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 استاذه رانيا يعقوب الخبيره الاقتصاديه المعروفه. هستاذنكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل، التقاط الانفاس، نرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. اهلا 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 وسهلا بحضراتكم. ممكن تكونوا سمعتوا عن قصه ان احتمال دونالد ترامب انه من الممكن انه ما يدخلش الانتخابات او السباق الرئاسي القادم في الولايات المتحده الامريكيه. السؤال، هل ده مأزق لترامب ولا مأزق للحزب الجمهوري؟ طيب هل هذه المأزق هتؤدي الى انه من الممكن انه جو بايدن يحصل على فرصه جديده، ولا انه من الممكن ان يحصل الديمقراطي على فرصه جديده بعيدا عن جو بايدن؟ ده مهم جدا. معانا عبر زوم دكتور احسان الخطيب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه موري بالولايات المتحده الامريكيه. اهلا بيك، ولايه كنتاكي. اهلا بيك يا دكتور احسان. حياتي.
اهلا بحضرتك دكتور احسان. مهم جدا ان احنا نعرف ايه اللي حصل. المحكمه العليا في كولورادو يعني وكانها وجهت يعني ضربه قويه او ساحقه لدونالد ترامب، هكذا تم تناولها صحفيا. نعم، يعني هي هذه اعتقد في نهايه المطاف ستكون في خدمه لترامب، لانه تعزز ما يقوله ان هناك حمله من الحزب الديمقراطي لمنع الناخب من ان يختار. الديمقراطيه يعني ان الناخب هو الحكم، هو الذي يختار، ولكن الحزب الديمقراطي عندهم مرشح ضعيف جدا ويريدون منع هذا الرجل من ان يكون هو الرئيس القادم باي شكل من الاشكال، ولكن هي محاوله فاشله لان المحكمه العليا اكيد ستمنع ذلك. طب ما الذي استندت اليه المحكمه العليا في توجيه هذه الضربه؟ المحكمة العليا في كولورادو، يعني هناك 7 أشخاص المحكمة، 4 أشخاص صوتوا لهذا القرار، يعني معناتها 3 عارضوه. وهذا يعني يعطيك انطباع أن النتيجة متقاربة وأن الموضوع يعني سياسي أكثر منه قانوني، لأن هؤلاء كلهم ديمقراطيين هؤلاء بالمحكمة، وكل هذه القضايا التي شاهدها في أمريكا، يعني كل هذه التهم، كل هذه المحاكم، كل هؤلاء المدعون العام، كلهم ديمقراطيين، كلهم بيحاولون بأي شكل من الأشكال منع هذا الرجل من الوصول إلى الرئاسة، ولكن كل هذه المحاولات باعتقادي هي تفضح يعني أن هناك أزمة نظام في هذا البلد. بدأت أزمة رجل، انتهت أزمة نظام قانوني وسياسي. هل هذه الأزمة من الممكن أن تفضي فعلا إلى عدم دخول ترامب للسباق الرئاسي؟ لا، هو سيبقى يعني سيبقى بالسباق الرئاسي، وانا استبعد يعني ان لا تدخل المحكمه العليا الامريكيه الفدراليه على الخط وتصدر حكم. يعني الموضوع يعني هو هذا الذي يستندون، الموضوع واهي قانونا يعني ضعيف قانونا، وللاسف يعني يعزز مفهوم تسييس القانون في امريكا. طيب لو استخدمنا مصطلح ماذا لو، ماذا لو خرج ترامب أو لم يلحق بهذا السباق الرئاسي، من الذي سوف يكون خلفا لترامب؟ هل هو ديسانتس ولا أحد آخر؟ يبدو أن الأقوى هو نيكي هيلي، يعني يبدو، وهذا هذه هي المرشحة، يعني يبدو أنه هناك الكثير من الحزب الجمهوري يعني يدعمونها. ولكن يعني اعتقد اذا خرج من المعادله ترامب، يعني سيكون عندنا مشكله كبيره في هذا البلد، سيكون استفزاز لقاعده جمهوريه كبيره وتفتح البلد على مشاكل كثيره. طيب فيما يتعلق بينا احنا بقى بقضايانا العربيه، كيف يرى دكتور احسان الخطيب هذا السباق الرئاسي؟ يعني اذا استكمل ترامب مساره في هذا السباق، أظن وصححني لو أنا غلطان، فسوف يكون هو الرئيس الفائز بمقعد الولاية القادم في واشنطن والمكتب البيضاوي. إلى أي مدى قد يكون هذا مكسبا أو خسارة للقضية العربية؟ أنا يعني أعتقد، شوف، أن كل الجانبين يدعم إسرائيل بشكل كبير، ولكن الحزب الديمقراطي هناك فئة كبيرة منه تعادي الخليج العربي، الحزب الديمقراطي يعني تعادي الدول التقليدية المحافظة في الخليج العربي، تعادي النفط، فعنده موقف سلبي من الدول العربية. تاريخيا أمريكا توازن بين الخليج العربي وإسرائيل، يعني تقول عندنا مصلحتين، النفط، الخليج العربي وإسرائيل، ولكن الحزب الديمقراطي يعني عنده مشكلة مع النفط، عنده مشكلة مع الأنظمة التقليدية الحاكمة في الخليج العربي، وعنده موقف سلبي. لا، أنا أعتقد لو كان ترامب في الحكم لكان اختلف التعاطي مع موضوع غزة، لا أعتقد كان سيكون مندفعا بهذا الشكل كما الحزب الديمقراطي وبايدن. أشكرك جدا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موراي ولاية كنتاكي الولايات المتحدة الأمريكية، كل الشكر. طيب يعني إذا كانت الأمور، يعني ما احنا برضو هنا لازم نحسبها بالراحة، يعني في النهاية هو على ما يبدو إذا ترامب، ويمكن ده كان جزء كبير جدا من رؤية دكتور إحسان الخطيب، إذا ترامب كمل في السباق الرئاسي وفي الغالب هيكمل عند اللجوء لمحكمة عليا فيدرالية، مش بس المحكمة في كولورادو، واللي زي ما وصفها دكتور إحسان بأنه كان موقفها شديد الضعف ومسيس إلى قدر كبير أو بقدر كبير، إذا فترامب قد يصل إلى سدة الحكم مرة أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية الجلوس داخل المكتب البيضاوي لمدة 4 سنين. وزي ما بيقول دكتور إحسان الخطيب، فإنه في الغالب إنه التوجه الجمهوري وتوجه ترامب بالتحديد سوف يذهب إلى المزيد من الحلول أو المزيد من التهدئة. إحنا عندنا في المنطقة العربية للأسف الشديد اعتدنا إن إحنا نحب ولا نحب، ده بالنسبة لي ما فهموش. أنا اللي فهمه في السياسة مصلحتي فين؟
إذا كانت مصلحتنا مع ترامب اتفقنا اختلفنا معاه، اتفقنا مع الجمهوري اختلفنا مع الجمهوري، فنحن إذا كان هذا الرجل سوف يكون قادر على خلق أو المساعدة في وضع آليات عمل جديدة لأن احنا نصل إلى حل الدولتين، يبقى أهلا وسهلا. على ما يبدو أن جو بايدن مش هيمشي في هذا المسار، علما بأن خد بالك بقى كل الاتفاقات المهمة اللي اتعملت متعلقة بالشرق الأوسط وتحديدا مع في قضية الصراع العربي الصهيوني تمت مع الديمقراطيين. ما تفهمش هل عكست الأدوار ولا إيه اللي حصل؟ الله أعلم. هل يمكن يكون المتسبب في ده هو جو بايدن نفسه بانحيازاته الصهيونية المعلنة تاريخيا والتي يتباهى بها ولا يخفيها؟ الله أعلم. لكن خلينا نشوف. تعال نروح لحاجة تانية هي من جوه الولايات المتحدة الأمريكية ومن جوه الهرم. تيريس جيبسون واحد من أهم أبطال المجموعة الشهيرة جدا فاست أند فيوريوس، حلو، ألاقي النهاردة صور منتشرة وتيريس جيبسون موجود مع نجمنا الرائع دوما محمد كريم وهم عند الهرم والجمال وجولة سياحية رائعة جدا. فأنا قلت الله، لا ده احنا بقى جماعة كده الموضوع لازم يكون كبير. والله بكلمكم بجد، ليه لازم يكون كبير؟ واحدة واحدة كده. أنا حتى كنت أحب إن احنا نكلم محمد كريم ما يبقى معانا على التليفون يعني، حلو. لكن أنا عجبني اللي عامله محمد كريم، لأنه محمد كريم الحقيقة هو كده مش بس بيقوم بدوره كممثل مصري، خد بالك محمد كريم أصبح ليه تواجد جيد جدا في هوليوود وعلاقات جيدة جدا داخل الوسط السينمائي الهوليودي، وده حقيقة. لا، محمد كريم قابل هذا الرجل، وعلى ما يبدو إن إذا ما كانش ما بينهم صداقة متينة فبينهم علاقة طيبة جدا، وبدأوا ياخدوا وخدوا وخدوا وفسحوا ولف بيه وتمشى. طيب، هذه الفسحة وهذه اللفات الرائعة وهذه التمشيات وهذا الكلام الجميل وهذه الصور بتعمل إيه؟ بتنتشر انتشار النار في الهشيم في العالم كله. تتكلم على تيريس جيبسون واحد من النجوم الكبار في هوليوود المحببين لدى الجميع، أمريكا، الشرق الأوسط، أوروبا إلى آخره، واحد من أبطال مجموعة فيلمية لو صح التعبير، حلو مجموعة فيلمية دي، من أشهر المجموعات الفيلمية اللي في العالم اللي هي فاست أند فيوريوس، حلو، ما تسعة بتاع، وفي واحد نمرة 10 أظن كمان نزل أو لسه هينزل، الله مش متابع قوي. المهم، فده بيعمل إيه؟ بيخلق عندنا الرواج السياحي، رب صورة تغني عن ألف مكتب تنشيط، ده حقيقي. فاكرين التيك توكر، بس عايز نسيت اسمه، تيك توكر المشهور جدا قوي خالص اللي كان موجود عندنا هنا في مصر ولف مصر من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها وعمل فيديوهات وبتاع، عملت لنا شغل الله ينور. صور تيريس جيبسون دي تعمل شغل الله ينور. انا بقى يجي عندي هنا سؤال، لماذا لا نلتقط ذلك كوزارة سياحة وتنشيط سياحة؟ نلتقط حاجة زي كده ونقابل الراجل ونعمل له باكج سياحية بقى اللي هي ايه، بريميوم البريميوم بتاعة برنس البرنسيسين. انا بكلمك بأمانة، انت بتتكلم على نجم هوليودي، هو ما يفرقش معاه الفلوس بقدر ما يفرق معاه الايه، التقدير والمقابلة واللطافة والظرافة. واحنا بالتأكيد مش هيفرق معانا ان احنا نحجز له اتخن واغلى اوضه تبص على الهرم، ويا سلام على اتخن واحلى اوضه في الغردقه وواحده في شرم الشيخ، ونعزمه يحضر حفله راس السنه في فندق مش عارف، ما اقدرش اقول اسماء الفنادق بقى، في الاقصر، لا ده في اسوان، النايل كروز اللي ما جابتهاش ولاده، الجو ده بالنسبه له 100 فل. طب انا استفيد من وراه ايه؟ أنا مصر اللي تعرف تعمل سياحة البريميوم، سياحة النخبة، سياحة الأغنية، سياحة كريمة الكريمة، إكزوتيك كار، عربية من العربيات اللي ما بنعرفش ننطق أساميها واللي أسعارها بتبقى غالية جدا واللي إيجارها في يوم واحد بتبقى يعني بمرتب سنة بحالها، الحاجات دي تتعمل؟ لا، ومش على حساب الراجل ده، على حسابنا، لازم ده اللي يتعمل، ده بيبقى جو لذيذ. الراجل ده بقى يروح
مش يروح ده من قبل ما يروح الراجل ده، صوره بتنزل على تويتر انستجرام فيسبوك مش عارف فيديو او صوره لطيفه ينزلها زي الصور اللي منزلها هو محمد كريم على تيك توك على مش عارف الحاجات اللي زي كده. جيب لك كده الرحله الجايه هتلاقي اصحابه جايين، اللي بعدها هتلاقي فاستن فيوريوس جاي يصور في مصر. امين اني داع فامنه فاستن فيوريوس يتصور عندنا. ابقى بقى اقعد حاطط رجل على رجل كده ومبسوط واخر مزاج واخر جمال واخر طعامه واخر حلاوه. انا هبقى عايز احلى من كده ايه؟ الاقي بعدها مثلا بشويه الاقي اخونا الفاضل توم كروز جاي عامل رحله جميله، وبعدين الله فاستن فيوريوس صوروا في مصر، وانا ازاي ما عملتش ميشن امبوسيبل في مصر؟ انا لازم اعمل ميشن امبوسيبل مثلا. حاجات من النوع ده وهكذا. يوسف الحسيني قطع مصر من اولها يعني من شمالها لجنوب، زرت كل المحافظات تقريبا. لكن عشان زملائي بيقولوا يوسف الحسيني يزور مصر، قلت له يوسف الحسيني عاش حياته كلها في مصر عاشقا والها، يعني ده فعلا مش هزار. بس اللي انا عايز اقوله لك يا جماعه يا ساده يا كرام، الحاجات دي لازم نلتقطها. ده من باب نقد المحبين، من باب الهمسات. يا ساده لو سمحتوا جماعه وزارة السياحة قائمين عليها مسؤولين الكبار، الحاجات دي حلوة لازم نلتقط الكلام ده، لازم نعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة، الحاجات دي بتنشط. انت عايز تقولي ان انا لو جيت في وقت من الاوقات السنة دي ولا السنة اللي بعدها حتى، يا راجل ده انا اقدم دعوة لفاست اند فيوريوس اللي هم يا جماعة الجزء العاشر ولا الجزء الحداشر ما تيجوا تصوروه عندنا في مصر. يا دين النبي على السياحة اللي تيجي من وراه والسمعة الدولية العظيمة. لا 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 ما اقولكش يشجع افلام تانية انها تيجي تصور. امال ايه السياحه بتيجي كده، بتشوف حاجه في فيلم، بتشوف حاجه في فيديو، بتشوف حاجه في مش عارف ايه، تسخن. انا نفسي اروح البلد ده، انا نفسي ازور المعلم ده. هي الأمور كده يا جماعة. لماذا لا نعمل بهذه الطريقة؟ أحيانا نعمل بهذه الطريقة زي ما قلت لك، زي ما عملنا مع التيك توكر اللي أنا مش فاكر اسمه، كان مشهور قوي واتكلمنا عنه وجبنا التويت، جبنا قصدي التيك توك بتاعه وجبنا الفيديوز وحاجات زي كده، روبنسون صح؟ روبنسون. نفس القصة. تخيل مثلا يجي مو صلاح، مو صلاح أنا بحب مو صلاح جدا، إنه يجي مو صلاح ومعاه مثلا، هو بيجي طبعا لكن يجيب بقى مثلا معاه اتنين او تلاتة من النجوم الكبارات قوي دول بتوع الكرة بتوع العالم اللي انا ما بعرفش اسميهم اصلا عشان انا مش متخصص كرة يعني، ويبدأوا يلفوا ويزوروا ونعمل لهم برضو باكيج لطيفة، وصلاح يقعد مع ده هنا ويخرج مع ده هنا وحاجات زي كده ونستخدم الصور دي. ده محمد صلاح يا جماعة، يعني ملايين عشرات الملايين من الناس تتابع اي خطوه واي كلمه بيقولها صلاح. تخيل بقى لما اخد الوزن بتاع صلاح ده وجنبه حد من زملائه الكرام دول، وهكذا على اكتر من منحه، على اكتر من حاجه رياضيه، على اكتر من حاجه سينمائيه، على اكتر، وده الشغل. السياحه اسرع رافد اقتصادي في اي حته في الدنيا، أسرع رافد، زي ما هو أكتر الروافد الاقتصادية حساسية زي ما هو أسرع الروافد الاقتصادية. بمناسبة الكرة، فإنه القائمة الأولية لمنتخب مصر منتخبنا الوطني استعدادا للأمم الإفريقية، عايز بقى أعرف عنها حاجات كتير مع ناقدنا وكاتبنا الرياضي الأستاذ عمر البنوبي. أهلا بيك. وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا أستاذ عمر، قول لي بقى القائمة الأولية بتاعتنا. يعني الحقيقة النهاردة الكاف أعلن القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا كوت ديفوار للعام القادم في يناير إن شاء الله. ويمكن القائمة الأولية بيبقى فيها 55 لاعب وبتختصر بعد كده خلال 15 يوم، يعني بعد 15 يوم بكتير هيكون تم اختصارها ل 27 لاعب، وهي دي هتكون القائمة النهائية.
فالقائمة الأولية الحقيقة ظهرت بدون مفاجآت، يعني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اعتمد على العناصر اللي شفناها في المعسكرات اللي فاتت وفي التصفيات، والحقيقة انه على رأسهم محمد صلاح من ليفربول، المحترفين سواء تريزيجيه، محمد النني، كوكا، عمر مرموش، المجموعة المحترفة، حتى سام مورسي موجود في القائمة الأولية مع مجموعة اللاعبين الموجودين من الأهلي، الزمالك، بيراميدز، بعض الأندية كمان المحلية زي السيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، يعني حتى نادي زد واخد مصطفى زيكو من نادي زد، فهو حط قائمة كبيرة اللي هي 55 لاعب. لكن أعتقد أنه القائمة النهائية اللي هتكون من 27 لاعب اللي هتظهر بعد تقريبا 15 يوم أنه مش هيكون فيها مفاجآت كبيرة، يعني هنكون بنفس القوام الأساسي، فيتوريا وغيره من المدربين البرتغاليين مش بيميلوا إلى التغيير المفاجئ، هو اعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين طول الفترة اللي فاتت، جرب مجموعة من اللاعبين، يمكن اللي هيغيب أبرز الغيابات هيكون طارق حامد لأنه أعلن اعتزاله اللعب الدولي، وعلى الرغم من ذلك موجود عبد الله السعيد في القائمة. كنت لسه هقول لك عودة عبد الله السعيد مرة تانية. هو مش عودة عبد الله السعيد، يعني الحقيقة انه هو بس اختيار فيتوريا لعبد الله السعيد، لما سألنا كده المصادر المقربة من الجهاز الفني ومن فيتوريا انه شايف انه عبد الله السعيد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر رغم تقدمه في السن ورغم اعلانه لاعتزال الدولي، ولذلك هو بيعول على عبد الله السعيد انه يكون متواجد بخبراته اذا حصل نوع من انواع الاصابات او الغيابات المفاجأة مع اعلان القائمة النهائية، وبالتالي هو بيعتمد بيقول انا مش هجرب حد جديد في الفتره اللي هي بتاعه كاس الامم الافريقيه، بالعكس انا هختار اللعيبه اللي عندها الخبرات الدوليه زي عبد الله السعيد، ولذلك حتى عبد الله السعيد نفسه ما علقش على الموضوع، هو اعلن اعتزاله اللعب الدولي من فتره وما اتكلمش في الموضوع، لكن هو متواجد في القائمه ال 55 لاعب اللي اعلنهم الكاف النهارده. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 كاتبنا وناقدنا الرياضي البارز عمر البنوبي، الف شكر جدا ليك يا عمر. طيب احنا معانا على التليفون صديقي العزيز جدا قوي خالص دكتور محمد كريم. ازيك يا كريم؟ مساء الفل، مساء السعادة. أنا مصمم دكتور محمد كريم، أنا مش هتنازل عن كلية الطب أبدا، ما كانت سنين طويلة برضو ما تتسابش كده. عامل إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يخليك، كله تمام الحمد لله. كنت لسه بتكلم بقول والله يا محمد كريم يعني نجمنا المصري الهوليودي أصبح بيلعب لنا دور رائع في مسألة التنشيط والترويج السياحي، فجاب ترس لحد هنا. والله عايز اقول لك يعني انا بقالي سنين بكتئب في الموضوع ده ونفسي واحد يعمل اي حاجه فيه، لان تواجدي ما بكون في امريكا او في هوليوود عامه بشوف ان احنا بلادنا حلوه جدا وتستاهل اكتر من كده بكتير، بس هي محتاجه ان الواحد بس يبني زي ما تقول ايه بريدج كده ما بين هناك وهنا، يعرفوا الناس بس بلدنا جميله ازاي وفيها ايه. فالموضوع بيتطلب تستخدم علاقاتك اللي انت عاملها بقالك سنين وتشوف ازاي تقدر تفيد بيها، والحمد لله انا عايز اقول لك يعني تايريس جيبسون بقاله، بص يوسف، بقاله 7 سنين عايز يجي مصر. حلو. وكل مره يكلمني عايز اجي مصر، عايز اشوف مصر، عايز ازور البلد، عايز اشوف الاهرامات، وهو بالنسبه له من هو طفل موضوع الاهرام ده مأثر فيه جدا وعايز يشوفه باي طريقه. فسبحان الله يعني جيت المره دي قلت له بص خلاص يلا تعالى ونظبط وتيجي مصر ان شاء الله، فهو كان سعيد جدا 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 ولما جه، وانا بصراحه ما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى يعني انا جيت بناس كتير قبل كده ممثلين ومخرجين ومنتجين بجيبهم من هوليوود، بحاول على قد ما اقدر يوسف ان احنا نفتح سكه صح كويسه، لان الموضوع مربح جدا 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 البلد، مش بس على 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 نطاق البي ار او على نطاق السياحي، لا اقتصادي رهيب. يعني انت لو فيلم، اي فيلم هيجي يتصور في مصر، لو كلمنا اقل فيلم في امريكا هيبقى ايه في هوليوود، يعني يعني بنتكلم 20 مليون دولار 30 مليون دولار 40 مليون وانت طالع، ده اقل حاجه. يعني احنا بلدنا اولى بحاجه زي كده. احنا لحد دلوقتي مشكله عندنا ان احنا كتير قوي من الافلام للاسف بيكون ليه علاقه بمصر بس بتتصور في دول تانية. اعتقد ان ده المفهوم بالتغيرات الجميله اللي حصلت في البلد عندنا بالمدن الجديده اللي اتعملت بكل الحاجات الجميله اللي اتعملت في مصر. اعتقد لازم الموضوع ده المفهوم ده يبدا نحط فيه جهد زياده عشان الموضوع بيغير الموضوع.
اديك شفت النهارده تايريس لما جه النهارده الفيديوهات اللي عملها البوست صح. انا طول ما انا قاعد جنبه فين ديزل اتصل بيه بالتليفون، سوب دوغ كلمه في التليفون، كل الممثلين بتوع فاست اند فيريس كلموه قالوا له انت ليه تروح من غير ما تقول لنا وحاجات، فاهم قصدي؟ فالموضوع عمل حاجه كبيره حتى في الصحافه في هوليوود. فاعتقد دي حاجات محتاجينها. انا دايما بقالي سنين بحاول اشرح ده، بقول يا جماعه لازم يبقى في حاجه اسمها كالندر لمده سنه، يعني عندك 12 شهر ليه ما يبقاش كل شهر 2 3 يجوا؟ ده اقل حاجه لما انت هتعمل. طب ده خليني هسالك يا كريم على حاجه بعد اذنك. هل لما 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 حصل وتيرس جيبسون طلع جه وبتتصوروا، هل حصل تواصل مثلا؟ حد في وزاره السياحه كلمك؟ حد في هيئه التنشيط كلمك؟ يعني هل حصل تواصل ما خالص؟ لا 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 لا، بس بصراحة ما حدش متأخر عن حاجة، يعني لو أنا عصت حاجة بتكلم. يعني بصراحة الـ يعني أنا كلمت مثلا النهاردة دكتور مصطفى وزيري، راجل محترم جدا، جميل جدا، وقلت له، قال لي أنت عايز إيه؟ قلت له لا الدنيا كلها مترتبة تمام. قال لي لا أنا هخلي حد يكون مستنيك عند الهرم ويوريك. يعني الناس مش يعني، بس هي المشكلة إن إحنا بنستنى لما حد يكلمه. ما هو بص انت اديك قلتها، هو الناس ما بتتاخرش، بس انا مش عايزين كده، احنا بالضبط. عايزينهم يتبنوا القصه بقى على طول، يعني مش جداً. ان انا اتكلم اقول والله جداً. طب دكتور مصطفى في النهايه عمل كل اللي يقدر عليه كرجل مسؤول عن الاثار، بس انا عايز الوزاره وهيئه تنشيط السياحه كان المفروض يكلموا. انا وجهه نظري الموضوع ده هيتعمل لازم بانتيتي لوحدها، يعني جهه مختلفه، مع احترامي كل حاجه، بس لازم تبقى حاجه غير حكوميه، لان البرايفت سيكتور دايما، واعتقد ده اللي الدوله متجهه فيه دلوقتي، القطاع الخاص قصه ثانيه خالص، بيبقى بيحسب كل حاجه وعايز الموضوع ده بقى ليه ريتيرن انفستمنت ويبقى فيه صح. نجاح على كل المستويات. فاعتقد ده هيغير. يعني انا سعيد جدا بصراحه، يعني مهرجان الجونه مثلا ما اتاخرش خالص في الموضوع، وعمل سبونسرنج كبير برضه في الموضوع، يعني عاملين مجهود كبير جدا، يعني استاذ سامح ساويرس ونجيب ساويرس، ويعني مدير مهرجان عمرو منسي، الحقيقه ناس عاملين مجهود كبير جدا بنشكرهم عليه. صحيح. طب سؤال بقى كريم ليك انت بقى، ده بعيدا عن السياحه وكل الحاجات دي، يعني ان كنت انا اتمنى ان انا اشوفك كده في فاست اند فيوريوس الجزء القادم، وانه يبقى متصور في مصر، والله هتبقى لذيذه. بص انت عارف انا وانت اصحاب، فانا بحبك يعني، ربنا يخليك والله يعني. بكلمك بامانه، احكي لي بقى، قول لي على حاجه مهمه، ما هو القادم لمحمد كريم، سواء اذا كان في السينما المصريه او في هوليوود؟ بص يا سيدي، انا الفتره اللي فاتت يمكن 5 6 سنين اللي فاتوا كنت واخد قرار ان انا اركز في اللي انا بعمله، وهي كانت حل صح. الحمد لله ربنا وفقني ان انا عملت بطوله مع نيكولاس كيج اسكورت ساتل، وده فتح لي ابواب كتيره جدا. عملت بعد كده دور مع بروس ويلس وكيفن ديلان، اللي الناس ما تعرفش ان انا صورت 3 افلام تانيين ان شاء الله طالعين. الخبر اللي انا بقوله لك يمكن اكسكلوسيف ما حدش يعرفه، انا في فيلم كبير جدا 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 اسمه Judgment of the Dead، وده يعني حصل اتحاد كبير جدا مع AGC Studios، دي من اكبر استديوهات هوليوود. والفيلم ده انا عامل فيه شخصيه ايجيبتولوجيست، عالم اثار. حلو. والفيلم ده هيتم تصويره ما بين امريكا والوطن العربي، بحاول جاهدا ان انا اجيب جزء منه يتصور في مصر. ادعيلي الموضوع ان شاء الله يكون سهل، وارجوك اعمل كده. ولو في حاجه يعني، بص انا بشتغل مذيع في البرنامج، بس يمكن انا جزء من الحاجات اللي بعملها في حياتي واللي متشرف بيها ان انا وكيل لجنه الثقافه والاثار في مجلس النواب. لو في حاجه العبد لله يقدر يساهم فيها والنبي لا تقول لي. حاضر حاضر، انا هبقى اكتر واحد سعيد ان انا اساعد في حاجه زي كده، لانه ده بالنسبه لنا كلنا كمصريين مهم، وبالنسبه لي على مستوى الصداقه اللي ما بيني وما بينك ابقى سعيد ان انا بعمل ده. هيحصل. وهو يعني بصراحه انا شايف ان التجربه دي نتيجتها كانت قويه جدا وكويسه جدا للبلد. اتمنى ان اقدر اعمل اكتر من كده الفتره اللي جايه مع نجوم كبار جدا في هوليوود. لكل الحاجات اللي عندنا، العاصمه الاداريه محتاجه حاجه زي كده، كل المدن السياحيه صح. اللي عندنا عايزه حاجه زي كده صح. لازم نفكر بس برضه اوت اوف ذا بوكس شويه، عشان
الموضوع يبقى، لان احنا عندنا كل حاجه ناقص بس ماركتنج. احنا مشكلتنا معاك 100% الماركتنج. معاك 100%. محمد انا بشكرك جدا 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 على المكالمه، وشكرا على الخبر اكسكلوسيف اللي قلته لنا. الف مليون شكر، وان شاء الله بمنتهى التوفيق دايما. الف شكر ليك. شكرا جدا نجمنا المصري الهوليودي محمد كريم. شفتوا بقى يعني الراجل هو اللي جاب تيريس جيبسون ومحدش يتواصل معاه. عارفين سعيد صالح في مدرسة المشاغبين؟ جرى ايه يا شيخ؟ نبقى يا جماعة حرام عليكم. بعد حرام، والنعمة الشريفة حرام. خلوني هروح لفقرتنا الرئيسية بعد الفاصل، وهو تواصل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. أنباء تتحدث عنها كثير من الصحف والوكالات، عن احتمالية هدنة ما مرتقبة. خلونا نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو إن شاء الله بعد الفاصل. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أيضا الدكتور محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني البارز والمعروف. بعد الفاصل. أهلا 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 وسهلا بكم. ما يحدث على الأراضي الفلسطينية بكاملها، المسألة ليست فقط غزة وإنما أيضا الضرب في الضفة. ما يحدث على الأراضي الفلسطينية بكاملها من عدوان وحشي وجب وضروري انه يتخذ ضده اجراء حاسم على المستوى الدولي. السؤال ما بيتخذش ليه اجراء على المستوى الدولي؟ محدش عارف، او كلنا عارفين. طيب خلينا نناقش من باب كلنا عارفين، وارحب بضيوفي الاعزاء، وهبدا بتيمن، وهبدا بدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. منورنا يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. اهلا بحضرتك. الحمد لله. وكل الترحيب بضيفنا العزيز جدا دكتور محمد ابو سمره القيادي الفلسطيني الكبير والمعروف والبارز. منورنا. شكرا. ازاي الحال؟ طيب هستاذن ان انا ابدا بدكتور محمد ابو سمره. الوضع الراهن على الأرض غير خافي على حد، والقوى الدولية تراه، وحلفاء الكيان الصهيوني يعلمونه جيدا. حصلت بعض التراجعات في بعض المواقف صحيح، إلا أنه القرار الفاعل من المجتمع الدولي لم يحدث حتى هذه اللحظة، لا في اجتماعات الجمعية العامة ولا في مجلس الأمن، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قرارات الفيتو، ولا زالت بريطانيا تستخدم حقها في عدم التصويت والصمت. يعني اولا استاذ يوسف اسمح لي ان يعني قبل بدء الحديث ان اقدم اطيب التهاني للشعب المصري الحبيب العزيز، ولمصر الشقيقه الكبرى، امنا ام العرب والمسلمين جميعا، التي تسكن قلوبنا. ودوما يعني عندما اتحدث عن مصر يعني اقول انها عاصمه القلوب. اقدم اجمل التهاني لمصر الحبيبه بفوز فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة. هذا القائد العربي الفارس الشهم يستحق منا كشعب فلسطيني كل التحية والتقدير والاحترام لما قدمه باسم مصر وباسم العرب جميعا، ونيابة عن كل المسلمين، من مواقف صلبة بطولية عنيدة، دفاعا عن الحق الفلسطيني وحماية للقضية الفلسطينية من التصفية والتذويب، ودعم لصمود الشعب الفلسطيني. تحياتنا لمصر الحبيبة، وتهانينا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري. الله يخليك يا دكتور. الحقيقة أخي العزيز والمشاهدين الأعزاء، ربما لا أجد الكلمات التي يمكن أن أتحدث بها عن الأوضاع في قطاع غزة بشكل خاص، والأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ربما سيكون هناك نوع من التداخل ما بين العقل والعاطفة الذاتي والموضوعي. نحن كأبناء لقطاع غزة، طبعا أنا أحد اللاجئين الفلسطينيين الذين اضطرت عائلاتهم، اضطر أبي وجدتي ووالدتي وعائلتي للهجرة واللجوء من الداخل الفلسطيني المحتل، من عسقلان وصفد وطبرية. نحن جذورنا العائلية تمتد من عسقلان حتى شمال فلسطين المحتلة. جدي استشهد عام 1936 قبل الهجرة وفي ثورة 36،
والدتي ولدت عام 1933 واضطرت مع والدي وأسرتها وعائلتها للهجرة عام 1948. والدتي عمرها 90 عاما. استشهدت يوم 2 ديسمبر الماضي بعد أن تمت إصابتها للمرة الرابعة. أصيبت والدتي التسعينية 4 مرات في العدوان، واستشهد طبعا لي الكثير من أبناء العم وأبناء العمة والخالة والخالات، وهناك العديد من أفراد أسرتنا مفقودين معتقلين. أنا شخصيا اقتحم بيتي وما زال مقتحم ومحتل، واعتقل إخوتي وأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم، وشاهدت شخصيا صور إخوتي وأولادهم من بينهم أطفال كيف أجبرهم على خلع ملابسهم أمام عمارتنا ومسكننا في مدينة غزة في منطقة الرمال. والدتي مثلها مثل كل أمهاتنا الفلسطينيات. من هنا يعني ربما المسألة معبرة عندما كنت أمازحها أستاذ يوسف للخروج من غزة في بداية العدوان، كانت تقول لي: أقسم بالله العظيم سأستشهد ولن أكرر مأساة الهجرة عام 48، وأنا مش أحسن من كل استشهدوا. والدتي استشهدت بالقرب من مستشفى المعمداني بعدما أصيبت، ويعني تم الذهاب بها للمستشفى المعمداني وأسعفت، ثم عادوها أبناء إخوتي في الطريق إلى البيت قصفوا مرة ثانية، مرتين خلال ساعة واحدة قصف لا مهرب. المهم كل العائلات الفلسطينية بالتأكيد لا مهرب، تعرضت لما لا يمكن للعقل أن يحتمله من قتل وإبادة وتشريد. وافتح قوسين أنت والمشاهدين الأعزاء لوصف الحالة الفلسطينية، لنقل: نحن كأبناء قطاع غزة فقدنا في قطاع غزة نتيجة العدوان كل شيء، فقدنا أقاربنا، أمهاتنا، أبنائنا، أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا، ممتلكاتنا، أموالنا. يعني حدثني أقاربي وإخوتي وبعض أبنائهم أن جيش الاحتلال سرق منهم كل ما كان بحوزتهم، وسرق من داخل بيوتنا كل شيء. البيوت طبعا تدمر على رؤوس من فيها وعلى رؤوس ساكنيها. الأرقام الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تتحدث عن 20,000 شهيد. لكن دعني أكشف، لم تنهار فقط المنظومة الصحية في قطاع غزة، بل وزارة الصحة الفلسطينية نفسها انهارت، لم تعد قادرة على القيام بمهامها، ولذلك أرقامها لم تعد محدثة، لم تعد وزارة الصحة قادرة على تحديث الأرقام. ولذلك وبناء على معطيات في غاية الدقة من أرض الواقع، أن عدد الشهداء الحقيقي في قطاع غزة فاق 50,000 شهيد. طب ده رقم كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وده هيخليني أستأذنك دكتور أنه أروح لدكتور سعيد الزغبي. في ظل هذه الأرقام وفي ظل المشاهد التي تملأ العالم، وفي ظل أيضا ما بين قوسين ثقيلين الجهد المصري الحثيث لأجل إعادة توجيه البوصلة الدولية مرة تانية للنظر إلى القضية الفلسطينية بعين العدالة، السؤال: هل سوف يتغير الموقف الدولي؟ هل سوف يتغير موقف ما في مجلس الأمن؟ أنت قلت يا أستاذ يوسف تسمح لي أن أنا يعني أستعير بعض الكلمات من عند حضرتك. ربنا يخليك. مصر اللي شايلة الشيلة من يوم 21 أكتوبر فعلا، القيادة السياسية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم 21 أكتوبر إحنا الدولة العربية الوحيدة اللي بدأت تشجب في هذا الاشتباك منذ يوم 7 أكتوبر. وكان في بيان شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية بتندد هذا الاشتباك. وعايز أقول لحضرتك أن جمهورية مصر العربية أو مصر هي الدولة الوحيدة في العالم العربي المقبولة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أن هي تتدخل لحل هذه الاشتباكات أو هذا الهجوم
الهجوم الوحشي اللي حاصل في إسرائيل. منذ يوم 21 أكتوبر لما عملنا مؤتمر السلام اللي حصل في العاصمة الإدارية في مصر، وأعتقد أن احنا كان معانا 32 دولة على مستوى العالم بتشاركنا هذه الرؤية، وبتشارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية، أن لابد من وقف إطلاق النار على الفور منذ هذه الاشتباكات منذ 7 أكتوبر. أعتقد أستاذ يوسف أن إحنا بدأنا أن إحنا نغير من وجهة نظر المجتمع الدولي. أول حاجة لو تفتكر حضرتك بعد 21 أكتوبر لما نادى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح ودخول أول 20 شاحنة، صحيح، لما دخلوا معبر رفح، كان قبلها بيوم كان موجود فيه أمين العام الأمم المتحدة وكان بيقول إحنا مش عايزين نموت غزة مرتين، مرة يوم 7 أكتوبر واللي حصل وما بعد اللي حصل بعد 7 أكتوبر، واليوم الثاني إن إحنا نمنع عنها المساعدات الإنسانية. كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدخل الأول 20 شاحنة. إحنا لغاية دلوقتي إحنا حوالي يعني 65% من المساعدات الإنسانية اللي داخلة إلى غزة كانت من مصر، حوالي 4000 شاحنة بما يعادل 68 ألف طن دخل لغزة من مصر من عندنا. المبادرات المحافل الدولية لما بنيجي نتكلم حضرتك الزيارات اللي حصلت بعد يوم 21 أكتوبر في مصر، رئيسة دولة المجر، إنجلترا رئيس وزراء إنجلترا، كل هذه الزيارات، وقبرص رئيس دولة قبرص لما شولتس من ألمانيا، كل هؤلاء الناس أو هؤلاء اللي بيمثلوا المجتمع الدولي كنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية. وأعتقد أن ده غير شوية في المجتمع الدولي. تعال نبص فرنسا، ولما أرسلت من حوالي تقريبا 3 أسابيع وزير خارجية بتاعها لإسرائيل وبدأوا يتكلموا إن إحنا مش عايزين نوسع هذه الدائرة أو هذه الحرب وتمتد خارج قطاع غزة، وطبعا ده هنا كان بيقصد إيه جنوب لبنان علشان دول قوات حفظ السلام اليونيفيل جزء من كبير منها من القوات الفرنسية. فرنسا بدأت تفكر إن لو اتسعت هذه الحرب خارج قطاع غزة إيه اللي هيحصل بالنسبة لجنوب لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية لو تفتكر حضرتك الزيارة الأخيرة لوزير خارجية أمريكا برضو اللي حصلت من 3 أسابيع وكان بيتكلم، والأول مرة نلاقي أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم فيه أن احنا لابد أن من حل القضيتين هو الحل الأسرع لهذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية كانت هتمد الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 45 قذيفة، يعني ده من حوالي 4 أيام وصل لهم لغاية دلوقتي 14 قذيفة، أنا 14000 قذيفة. أعتقد أن بدأ المجتمع الدولي يغير من وجهة نظره، وخاصة لما شفنا وزير الدفاع ووزير الأمن القومي لما كان بيزور إسرائيل وبيتكلم على الهجمات الحوثي اللي موجودة في البحر الأحمر، وبدأنا أن احنا يتسع هذا النطاق وبدأ المجتمع الدولي يفوق لهذه الأزمة فعلا، وبدأنا أن احنا نفكر بطريقة أخرى لحل هذه القضية. واللي هيحصل يعني تقريبا مجلس الأمن هيجتمع مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن احنا نتمنى أن يكون في قرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار من الولايات المتحدة الأمريكية وما تصوتش بحق الفيتو زي ما حصل في القرار الأخير. فأنا أعتقد أن مصر ودخول مصر والقيادة السياسية بتاعتنا أعتقد بدأ يغير من وجهة نظر المجتمع الدولي. طيب أنا هستأذن حضراتكم فأنا هطلع على فصل قصير جدا وهرجع مرة تانية على مسألة تغييرات داخل قارات المجتمع الدولي، ولعل الموقف البريطاني الأخير فيه شيء من التغير وممكن يبقى ده محور حديثنا مع بعض. يا ترى هل ترى هل التغير في الموقف البريطاني هيؤدي إلى تغير في الموقف الأمريكي، ومن ثم سوف نستطيع فرملة هذا العدوان ولو لحين؟ فاصل ونكمل الكلام. على المذيع أن يكون مستثمرا بس في الوقت، يعني أنا هستغل الدقيقة القليلة اللي فضلالي دي في أن أنا أروح يمكن بسؤالين، سؤال منهم لدكتور محمد أبو سمرة وهو المسألة بتاعت التغير في الموقف البريطاني، هل من الممكن أن يؤدي إلى حالة ما؟ هو طبعا الآن في تغير في مواقف معظم الدول مش بس بريطانيا، فرنسا بالتأكيد في تغير نوعي، بريطانيا أكيد خروج بريطانيا من دائرة التأييد المطلق لأمريكا في الامتناع عن في دعم الموقف الأمريكي برفض كل قرارات أو مشاريع قرارات مجلس الأمن ومشروع قرار الجمعية العامة وتمايز الموقف البريطاني، هذا دليل نجاح
قوة ضغط داخل المجتمع البريطاني. هناك زلزال على المستوى السياسي داخل بريطانيا كما هو أيضا في فرنسا كما هو في أوروبا، حتى داخل أمريكا هناك زلزال سياسي كبير، وهناك تغيرات داخل الكونغرس نفسه. بتقديري يعني أن بريطانيا تسير باتجاه بالفعل قيادة موقف أوروبي للضغط على الولايات المتحدة بشكل أو بآخر من أجل وقف حالة، ليس فقط الانحياز، ربما كلمة الانحياز للعدوان أو للعدو الصهيوني أصبحت كلمة ليست ذات معنى. الولايات المتحدة ليست فقط شريكة بالعدوان، الولايات المتحدة هي من تقود العدوان. يعني إذا أردنا أن نحدد أو نصنف طبيعة العدوان الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة وفلسطين، الحقيقة الواقعية أن العدوان هو عدوان أمريكي بأيدي إسرائيلية، وليس عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي، هو عدوان أمريكي على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأكملها، لا يستهدف فقط غزة وفلسطين. غزة هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة جدا المزدحمة جدا بالناس والسكان والمدنيين. بالتالي أعتقد أن الآن العالم الغربي وعلى رأس بريطانيا بدأت تدرك أن هناك موجة من الكراهية تستشري في العالم أجمع، في الغرب وفي العالم العربي، ضد الغرب وضد أمريكا وضد الثقافة الغربية وضد الهيمنة الغربية في المنطقة، وأيضا ضد الدور البريطاني الخفي الذي تلعب بريطانيا على الدوام في دعم وجود الكيان الصهيوني ودعم كافة اعتداءاته، ليس فقط ضد فلسطين وإنما ضد المنطقة العربية. يعني فتش عن اليد الخفية البريطانية في أفغانستان ستجدها، في العراق ستجدها، في بريطانيا ستجدها، في لبنان، في سوريا، وبالتأكيد في فلسطين. ونحن لا ننسى بالتأكيد أنها صانعة مأساتنا الكبرى يعني لا شك خلال فيه البريطاني. طبعا طبعا نراهن على تغيير الموقف، يعني وخاصة أن هناك تظاهرات أستاذ يوسف، تظاهرات مليونية بدأت يعني في بريطانيا، وهناك حراك سياسي ليس هينا. لا كمل يا دكتور، كمل. وأعتقد أن الحراك السياسي سوف ينتج عنه موقف مؤثر، خاصة أن الكثير من الدول الأوروبية تمارس ضغوطها على بريطانيا. هذا جانب. الجانب الثاني، بدأ السلاح الاقتصادي وسلاح المقاطعة، وأعتقد يعني بدأ يجدي ثماره. أنا أتمنى أن ننجح نحن كعرب وكمسلمين في استخدام سلاح المال. هنا عايز أروح بسرعة قبل ما أختم مع دكتور سعيد. أنا عايز أفهم دلوقتي، أنا يمكن حتى كنت بتكلم مع دكتور نبيل رشوان قبل كم دقيقة على مسألة خلق محور بمساعدة الصين. يعني كنا نتحدث عن محور مصري صيني روسي، وبعدين هفكر يمكن بشكل أكثر فاعلية مع حضرتك بصوت عالي. احنا علاقتنا بالصين الحمد لله جيدة جدا، وفي نفس الوقت نحن نقود هذه العملية لأجل قضية الصراع العربي الصهيوني. هل نقدر نخلق محور ما بين القاهرة وبكين، خصوصا انه بكين هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وفي نفس الوقت هي شريك تجاري كبير لنا في المنطقة العربية؟ هنعمل ايه مع الصينيين، او يفضل نعمل ايه مع الصينيين؟ حلو قوي يا استاذ يوسف السؤال المركب ده، بس خلينا اقول لحضرتك، مركز راند في الولايات المتحده الامريكيه مركز فكر كبير طبعا جدا، كان بيقول من اولى الدول في العالم الداعمه لاسرائيل هي انجلترا وليست الولايات المتحده الامريكيه. يعني انجلترا بتاتي في رقم واحد، واحنا عارفين طبعا الاصلاح الديني اللي حصل وتاثيره على الولايات المتحده الامريكيه وجماعات الضغط الامريكي اللي موجوده، كل دوت بيخلي انجلترا هي فعلا الداعم الرئيسي لاسرائيل. الصين يهمها أولا وأخيرا تسريب أو التصرف في الدولاب الاقتصادي الخاص بها. الصين أستاذ يوسف أنا دايما أشبهها بالمضاد الحيوي الذي ليس له أي تأثير على الصحة في المجتمع العربي أو في المجتمع الدولي. يعني حضرتك ممكن تتعاون معك اقتصاديا، ممكن تعمل معك مبادرة الحزام والطريق، ممكن تعمل معك مبادرات واقتصاد. حضرتك بتقول الشريك الأول لإسرائيل، وأيضا إحنا عندنا في مصر في مشاريع اقتصادية كبيرة جدا في صحيح منطقة محور قناة السويس في الصين. يعني أنا أعتقد النهاردة حضرتك برضو روسيا بالنسبة، كان وزير خارجية السيد سامح شكري كان في مراكش، وكان في بالضبط وكان في اجتماع روسي عربي أو منتدى عربي روسي بيؤيد برضو الفكرة الخاصة بوقف الاشتباكات الخاصة في الاحتلال الإسرائيلي. الصين يهمها أولا وأخيرا
إزاي أصرف الدولاب الاقتصادي بتاعي وهي قوة ناعمة وتستخدم القوة الناعمة في المجتمعات العربية وفي المجتمع العالمي أو الدولي. شوف حضرتك موقف الصين من الأزمة الروسية الأوكرانية، إحنا لم يتضح لينا لغاية دلوقتي هي الصين مع روسيا ولا مع أوكرانيا، وما صرحتش صراحة. بس الصين إن أنا الدور في المصالحة الخليجية الإيرانية ممكن ممكن، وده وده ممكن نقول إن الصين كان لها أساس في المصالحة مع المملكة العربية السعودية مع أو التقارب مع إيران. ولكن عايز أرجع وأقول لحضرتك الصين وإحنا كإحنا يعني لو أنت حضرتك شفت العشر دول اللي توقعوا اللي وقعوا اتفاقية لحرية الملاحة في البحر الأحمر مش هتلاقي دولة الصين منهم، مش هتلاقي أي دولة من دول البريكس منهم، ولا الصين ولا الهند جنوب أفريقيا ولا حتى أي دولة مشاطئة للبحر الأحمر. إذن أعتقد أن الصين وروسيا، الصين عموما بتفكر فكر اقتصادي، أنا أشوف من بعيد وما أتدخلش ولا حربيا ولا أنا، بس المشكلة بتاعتي أن أنا إزاي أوسع الاقتصاد بتاعي، إزاي أحقق المبادرة بتاعتي، وإزاي أعمل استنزاف للاقتصاد الأمريكي. هو الاقتصاد الأمريكي بيستنزف، أكيد بيستنزف، بيستنزف من حاجتين، أنا عندي معدل بطالة ضخم ومتضخم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندي معدل بطالة كبير جدا، وعندي الحرب الروسية الأوكرانية عملت استنزاف كبير للولايات المتحدة الأمريكية. وبتتساءل مراكز الفكر أيضا لماذا تساعد الولايات المتحدة الأمريكية وهي عندها كل المشاكل دي؟ إسرائيل. فإذا هي بتعمل استنزاف للقدرات الاقتصادية بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هي همها أولا وأخيرا النواحي الاقتصادية في المجتمع العربي. وأعتقد أن احنا محتاجينكم يعني تشرفونا وتكرمونا مرة تانية بلقاء آخر بعد ما الوقت جري بينا. لم نستطع أو لم يستطع المذيع أنه ياخد كل اللي نفسه فيه، غالبا المذيع كان بيرغي كتير في النص الأول من الحلقة، فاحنا هنتدارك ده في الحلقات القادمة. جدا كل شكر ليك يا دكتور سعيد. شكرك. شكرا شرف لي. الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. كل الشكر للدكتور محمد أبو سمرة القيادي الفلسطيني الكبير والبارز. وبأكتر من أنه أنا أقول لك قلبي معاك، بس إحنا يعني كل عقولنا وقلوبنا بل وأرواحنا مع فلسطين واحد واحد، وأرجوك ما تقولش لاجئ تاني لأنه ما عندناش الكلام ده، إحنا شعب واحد. ما قلتش لاجئ في مصر ولا في أي حتة، يعني أنا بعبر عن الحالة. ده حقنا على العالم. على عكس أستاذ يوسف، يعني آخر كلمة أنه فعلا مصر قدمت لفلسطين ما لم يقدمه أحد، واحنا يعني كفلسطينيين قاعدين في مصر احنا شايفين مستوى الكرم والطيبه والعظمه للشعب المصري والقياده المصريه مع القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني. معكم حتى القدس بإذن ان شاء الله. بإذن الله. كل الشكر لحضراتكم مره ثانيه. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه. شكرا جدا لصديقي العزيز كريم رمزي اللي داخل حالا وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر. فان شاء الله نقابلكم يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.